حبايبي اللي حابب يختبر ذكاء مثلا، شايفين هاي الصورة؟ هاي الصورة طبعا لأصحاب النظر الحاد والذكاء الخارق. أول شي راح تفكروها إنه حيط معمر بلوكات أو طوبات انتو تسمون، المهم إنه حيط عادي تصفنوا فيها. هي حيط عادي مزبوط، تصفنوا فيها مزبوط، لأني هلأ راح أشيلها وراح أقولكوا فيها شغلة راح تكتشفوها بعد ما تنعاد الفيديو مرة تانية. شفتوها منيح على 24؟ طيب ها شلناها. راح تكتشفوا إنه جوا هاي الصورة، بس ينعاد الفيديو، إنه في ضمن هاي الصورة سيجار هذا اللي بشربوه اللي بدخنه موجود بين الطوبات بين البلوكات. هلا بس ينعاد الفيديو راح تشوفوا انه موجود وفعلا انه في سيجار، ولما راح تشوفوا ما راح تقدروا تتخيلوا انه الحيط بدون سيجار حبايبي.